تنضم إلينا مراسلتنا من بيروت ليلى خليل. ليلى، هل أفلحت الاستقالة في تهدئة غضب المحتجين؟ بالطبع، لا، المحتجون المتظاهرون اللبنانيون لا يريدون فقط استقالة الحكومة، ولو أن هذه الحكومة كانوا يطالبون منذ أن تم تشكيلها وتكليف الرئيس حسان دياب بتشكيل حكومة كانوا يطالبون بإسقاطها. اليوم سقطت هذه الحكومة أيضا كما سابقتها بالشارع اللبناني، أقله بالشارع اللبناني وأيضا بطبيعة الحال باللعبة السياسية. الشارع اللبناني لا يريد فقط إسقاط هذه الحكومة، إنما يريد إسقاط كل المنظومة المتمثلة في المجلس النيابي. اليوم كل الأحزاب، إن كانت الممثلة داخل الحكومة أم تلك التي كانت في المعارضة وكانت على خلاف دائم مع الحكومة، يريد الشارع اللبناني إسقاطها ولا يريد حتى عودتها إن كان بحكومة إنقاذ أو بحكومة وحدة وطنية. وبالتالي الشارع اللبناني، صحيح أن هذه الحكومة، استقالة هذه الحكومة، عبرت عن بعض من مطالب هذا الشارع، وكان هناك حالة من الفرح في طرابلس بالتحديد، وأيضا خلال تجولنا بالشارع كان هناك صراخ وهتاف أن هذه الحكومة سقطت، ولكن حان وقت المجلس النيابي كي يسقط، كي تبدأ أهداف هذه التظاهرات بالتحقق بالنسبة للشارع اللبناني. الآن الأجواء في مدينة بيروت عادت، أو الشوارع، عاد الهدوء إلى الشوارع مع انتهاء أعمال الشغب والاشتباك التي بدأت باكرا. من تبقى في الشارع هم نحن الطواقم الإعلامية، الآن يغادر فوج المجوقل، وغادر قبله قوى مكافحة الشغب وكل طواقم الإسعاف وفرق الإسعاف التي سارعت منذ أن بدأت هذه الاشتباكات والتظاهرة بإسعاف الجرحى الذين سقط العديد منهم. اليوم أثناء تغطيتنا شاهدنا الكثير منهم جروح نتيجة بالطبع رشق الحجارة ورشق القنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين.